يقول من مدرسة الكريم ببلاده: رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بالصفا والمروة اعتقادا منه أن الحج وهي من طريقة الجسد. يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة، يعني بعد طواف الوداع، سبعة أشواط اعتقادا منه أن الحج وهي عن طريقة الجهل، فهل حجه جائز وهل يلحقه إثم وماذا يجب عليه؟ متى تاريخه؟ هذا تاريخ في شهر 2014. الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل 4 أشهر. فالواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة. والإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر، فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة. فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها، هذا واحد. ثانيا إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد 4 أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهي المبادرة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظنا منه أن عليه سعيا لا يؤثر على حجه شيئا ولا على طواف الوداع شيئا، فهو أتى بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه. هو طبعا الوقت الذي مضى على السائر ربما أن تدخل فيه البريد وتدخل فيه البرنامج أيضا لنا كثيرة جدا، فربما أن التأخر، لكن ينبغي له أن نحن لا نريد، ما قلت متى وصل، نعم نقول متى تاريخ الكتاب، أحسنتم، قلت نفسي 4، هذا العذر الذي قلت أصبح غير مقبول. طيب أحسنتم.